السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله، شكرا لله. مرحبا بكم في قناه ام وفاء. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم لطخت باللوز ان شاء الله، بودره اللوز ان شاء الله. يلا بسم الله على بركه الله. قدموا مقادير: كاس ديال العنبه، ديال سكر كلاصي، قبصة ديال الملح، الفاني حسب المذاق وداكشي، نكهة ديال الفاني، وبيضة وحدة، وخمارة وحدة، جوج كيسان ديال العنبة، ونص ديال الدقيق، ومية وخمسة وعشرين غرام ديال الزبدة، ربعة المعالق ديال الزبدة. يلا يا بسم الله على بركة الله. بداو نديرو الزبدة، والطحين، شدوها تنسفسوها مزيان، تدخل الزبدة في الدقيق، ديرو قبصة ديال الملحة، هي دابا شربات الزبدة، دابا الطحين شرب الزبدة. غادي نديرو بيضة، غادي نضيفو السكر كلاصي، نديرو نص خمارة ديال الحلوة، نص النكهة ديال الفاني، نخلطو. إلا جات ناشفة ولا شي حاجة نزيدوها شوية ديال الماء. هي تخلطات لينا بداك الخليط، ما زدناها لا ما لا والو، بيضه وحده اللي درنا صافي. قدينا دابا، نرجعو دابا للخليط،
Donc voilà. J'ai rejoint ma commande à l'arrêt. Trouvera. رجعنا دابا للخليط، الخليط ديال البودرة ديال اللوز. عندنا جوج معالق ديال المايزينا، خمارة نص خمارة، وعندنا جوج معالق ديال سنيدة، وعندنا معلقة ديال الفرص، وعندنا قبصة ديال الملحة، وعندنا كاس ديال العنبه ديال اللوز، وعندنا ثلاثه البيضات، وعندنا النكهه ديال الفاني، وعندنا الكوفيتير، وعندنا اللوز الفيلي التزيين. بسم الله على بركه الله. قبصه ديال الملح، بودره ديال اللوز كنطربو سنيدة، سنيدة مع البيض، طربوهم بعد ما طربناه بهذا الطراب ديال الكهربائي، غنضيفو مايزينا، جوج معالق ديال المايزينا، شوية الخميرة، شوية نص، مع معلقة ديال الطحين، البودرة ديال اللوز، نطربو هذا الخليط هذا تيولي ثقيل. نسيت ليكم البودرة ديال اللوز، راه طحنتها هي وسكر كلاصي. هو دابا خلطنا، نجيبو دابا المول ديالنا، هو شدو الكوفيتير، الكوفيتير هو، ثلاثة المعالق بحال هكاك. انا كندير الكوفيتير جاري، كيعجبنيش هذاك الاخر، هذا تتكون فيه النكهة زوينة. تنفرشو هكا تيشد كاع المول مزيان يتقاد.
نضيفو دابا الخليط. نستويو دابا في هاد المول هذا، وكنديروا ليه دابا لوزيفيلي. ديروا ليه اللوزيفيلي ولا اللوز الاخر مهرمش اللي عجبكم ديروه. ديروا حتى دوك لي فخوي المرقاده ديريهم بحال بحال. المهم حنايا دابا درنا اللوزي فيليه من الفوق، وغادي ندخلوه للفران. سخنتو على 170 درجه، وغادي نشعلو عليه من التحت حتى طيب، وعاد نشعلو عليه من الفوق باش تحمر، وديك الساعه نقدموه. البنات على طخ ديالنا ديال اللوز كي جات، ها كي جات بهذا الشكل. نتمنى تعجبكم. نقطعو منها باش تشوفوها. هي نتمنى تعجبكم، و الى عجبتكم ديرو ليا لايك بالصحة والراحة.